قوي 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 معرفة ابن حضرتك. لا هنا ده نظر ضعيف. بابن حضرتك وخصوصا لما عرفت ان اسمه الجميل ده حمزة. يا سلام، اسم فيه حمز كده. في ايه يا فندم؟ في حمز. اه في حمز. انا عندي سؤالين. قوي قوي. احنا جاهزين مش جاهزين يا عم؟ طبعا. الاستاذ حمزة بيشتغل ايه؟ الاستاذ حمزة بيشتغل ايه؟ لا بعد عنك، ما بيشتغلش الفترة دي يا فندم. يعني ايه؟ متجوز بنت عشان تصرف عليه؟ لا لا انا ما اسمح لكش. انا قلت لا لا من فضلك. في ايه يا استاذ؟ احنا صعايده. لا لا, 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 لا يعني ايه ست تصرف على راجل؟ عندي اعصابك. يا عيل وكلمه. انا بحس نفسي. في ايه يا استاذ؟ يا عيل الكلمه قبل ما تقول حاجه غلط. انت انت تصرف عليه. انت عندك الصوت كده. انت عندك حاجه. انت جايش في الليل. انا مش عيب. انا ما غلطتش يا استاذ. يا جماعه يا جماعه معقوله؟ انا ما كلمتوش. انا جاي نهدي اللي في وشي. عزمي خلاص. عزمي ايه تراخر يا جماعه؟ ادي عيل وصابتنا. انا اسف. طيب يعني الاستاذ حمزه معاه ايه؟ 128 سماوي، 31 خضراء، بيدور وهيقسط قريب ان شاء الله. معاه معاه ربنا يا فندم، كلنا معانا ربنا في القعده دي. ونعم بالله. انا طبعا ونعم يعني بالله. هو خريج ايه؟ حمزه مطرب يا فندم. مطرب؟ مطرب والله. امال؟ بيعرف يغني؟ ده انا مربيه على الطرب الاصيل وهو قد كده. الله يا سلام. سيد درويش طبعا، كامل الخلعي طبعا، حسن ابو لخد علي علي. طب نسمع حاجه بقى من الغنى القديم. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. قادر تندمني على الايام، على عمري ضيعته، على الاوهام. يعني تظلمني؟ ايه ده؟ ايه ده؟ وحش ولا ايه؟ مين ده؟ انا معرفوش. مين ده يا ابني اللي انت بتغني له ده؟ ايه ده؟ دي رائعه من روائع الاستاذ محمد محي الدين ابو العز. دي حضرتك عامله اعلى ايرادات في المهندسين. اسال شهاب، ولا انت ما بتنزلش؟ طيب ان شاء الله لو حصل نصيب انا عندي طلب من الاستاذ حمزه. تاني؟ معلش تاني طلب تاني. طلباتك كترت. لا بجد طلباتك كترت. ابعد عنه سعاد. ما ترفس نفسك، انت عندك زحمه. اقعد يا عزمي. اتفضل. انا قصدي يعني انه لو اتجوز ما يغنيش. ايه يا باشا، انا اصلا ما بحبش الغنى. لايمني على امل بس. ابوس ايدك. يلا على يعني ايه افهم من كده ان سعادتك موافق؟ ايوه. نقرا الفاتحه. يلا قبل ما نقرا الفاتحه. بس تيوي اتاخرت ليه؟ انت مش عارف ان احنا رايحين السينما؟ فاضل نص ساعه والفيلم يبتدي. لا عارف. ومين الورد الاحمر ده؟ ده الواحد لو كان جه في ميعاده. طب ما انا جاي معادي بالثانيه. الله، ورد احمر وعربيه حمراء وفيلم رومانسي. والله انا عايط منك في الشارع. لا ما تعيطش. والنبي العايط. يلا اركب. اركب فين؟ اركب العربيه. لا معلش، تعالي انت هتتكلم معايا. ليه؟ تعالي يلا، بلاش الوقفه دي في الشارع. ليه يعني ايه طيب؟ انا اشرح لك. تعالي اركب معايا. انا مش فاهمه يعني هتفرق ايه. بعدين لو عندك ملايه بيضه غطي بيها العربيه احسن. تركبي جمل يا انجي. السلام عليكم. خمس تذاكر ها، اخر صف على اليمين. معاك 70 جنيه ها؟ معاك 70 جنيه. معاك 70 جنيه. خمس تذاكر. خمس تذاكر. معاك 70 جنيه. الباقي. الباقي يا راجل. الباقي. الباقي. لا يمكن يكونوا بني ادمين ابدا. ايه؟ كل واحد فيكم يدفع 20 جنيه. يا عم هنديهم لك الحساب يجمع. ها جبت كام تذكره؟ خمس تذاكر. والخمسه بقى لمين ان شاء الله؟ مش بسوني جاي معانا؟ يا دي النيله، هو كل شويه بسوني تضطرنا في الخروجات؟ بقول لك ايه، ما تقولش. السلام عليكم. ازيك؟ اه يا حلو ده قوي. يلا يا جماعه، مش بدا ولا لسه؟ اه تقريبا ابتدى. طب يلا اتفضل اتفضل. Thank you.
عجبك الفيلم؟ عجبني قوي يا بسوم، بس انت مش متخيله بحب الافلام الرومانسيه قد ايه، بحبها قوي قوي قوي. انت عارفه ان فيكي حاجات كتير حلوه خدت بالي منها، بس مش عارف ليه مصممه تبقي كده. كده يعني ايه؟ يعني سهر، شله، لبسك في بعض الاوقات. انت ممكن تبقي انسانه تانية خالص واحسن. بس يوني انت فاكر ان انا مبسوطه كده؟ طب اقول لك على سر؟ يا ريت. انا اول مره حد يتكلم معايا كده، اصحابي دايما بيجاملوني، بس يوني انا مش لاقيه البني ادم اللي يغيرني. طب لو لقيتيه تتغيري بجد يا انجي؟ يا ريت الاقيه. هو فين؟ بيحصل ده كتير قوي. قصدك ايه؟ انت هتستهبل؟ يعني واحد يخش في وسطين ياخد انجي ويخلع؟ انت عارف ان انا بحبها. جراء عم طارق، انت هتعملهم عليا انا؟ انت عمرك ما حبيت انجي اصلا. بعدين دي حكايه قديمه قوي. الله، معنى كده انك هتسكت على الموضوع ده؟ دماغك شويه يا عم مانشستر. سلامك ابو. انا بقى مش هسكت. صبح 3 دايز. قصدك ايه اللي بالقرد؟ ده اللي على القرد. عارف يا دنوفل اللي مصبرني عليك ايه؟ حبك ليا. لا وحط امك دماغك العاليه حبيبي قلبي. امسك قشطه. انا عايز النهارده تبقى فضيحه بجلاجل، مش عايز اي هبل. ما تقلقش سعادتك خالص يا باشا، اعتبر جلاجل واقف لهم على باب العماره. انا محضر كبسه فوق النمره واحد. انا عايز علاقه بسيوني بانجي تتدمر النهارده. اعتبرها اتفشخرت. قول لي يا حمزه، ده مكان جديد بتضربوا فيه ولا ايه؟ يا عم انا ما اعرفش اي حاجه، كل الموضوع ان طارق قال هات بسيوني عشان اعمل لكم مفاجاه بس. يا سلام بقى لو المفاجاه دي الاقي رشدي اباظه كده في الرجل الثاني ها وبيلف لي معاك. يا عم ايه الافلام لابد رصد اللي انت عايش فيها دي؟ يلا بينا. طارق ايش ايه اللي اخرك؟ هو ده ينفع؟ هو حمزه ما قالكش ان انا اعمل لك مفاجاه ولا ايه؟ وانا جابني غير ان في مفاجاه. يا جمالك هروقك النهارده. امسك. ما انا حاسس ايه صباع كونه ده. ماشي يلا. ايه مالك انت؟ ولا حاجه. تقارب ليك انا مش متفائل. خليك تقيل. اختم الحجر. قشطه فايزه. اي ميس يو. يا عيني يا فايزه اما تبقي عايزه. صباحيه مباركه نوسه. بقول لك ايه، العريس بتاع النهارده اسمه بسيوني، عايزه يتدلع احلى دلع عشان ده متوصي عليه من فوق. دلع يلا فوق عندك. شفت بقى؟ صباح الفل يا عسل. ايه وكاله من غير بوابه ولا ايه؟ ليه بس؟ انتوا مين بالظبط؟ جاي لك عن طريق نوفل حبيبك. يا ما جابوا الغراب لامه يا اخويا. مين ده؟ ولا فاهم حاجه بس شكله جامد قوي. انتوا ايه بالظبط؟ افنديه ولا كرنهات ولا مريشين ولا ايه الوضع؟ المهم هنروقك. روقني؟ يا عم احنا داخلين المطار في ايه؟ خليك في حالك يا جدع انت. اللي معاه كاميرا فيديو سلمها في الامانات، كاميرا فوتوغرافيا تسلم في الامانات. لو في لب ابيض. يا لا انت خليك في حالك. يا عم حاضر. بقول لك ايه، انا مش مستريح لك. طيب. واللي معاه موبايل كمان يقفله. ممكن اعمله فايبريشن؟ مش ناقصه هز يا اخويا، مش ناقصه هز. طبعا نوفل فهمكوا على النظام بتاعنا. ايه يا ساعه زمن واحده بس. اعمل فيها ايه الساعه دي؟ يا راجل انت مش ناقصك. تخش الاوضه ما تطلعش غير بعد ساعه، اللي يتعب يريح في الاستراحه، مفهوم؟ مفهوم. ما تحطيش رز كتير، بيلخبط الدنيا. كفايه بقى فوزية وتعالي. أنا مش فاهم أنت تعبة نفسك ليه؟ هو أنا غريبة؟ في إيه يا نجد؟ في إيه مستعجل عليه؟ لا أصل علشان ورايا مواعيد الصبح بدري. إيه ده؟ مين اللي جاي لنا الساعة دي؟ طيب 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 ساعة بتحط روج حاجة تقرف. نعم أنا جيت. وحشتك؟ وحش لما يلهفك.
ايه اللي جابك هنا يا بنت انتي؟ وايه البغبغان اللي حطاه في دماغك ده؟ لذيذ بغبغان، بحبك يا ابني، بحبك. روحي يا بنتي العبي قدام بيتك وامشي. مين يا نادر؟ يا نهار اسود، مبسوطه؟ ايه ده؟ انت عندك واحده جوه؟ انت بتخوني يا عزمي، وفين؟ في المكان اللي اتولد فيه حبنا. مين يا نجدة؟ لا يا حبيبتي مفيش، ده بتاع الانابيب. كويس، خليه غير انبوبة السخان. ما تنفعش يا حبيبتي، دي انبوبة منفسة. اوعى انفجر في وشك. روحي انفجري هناك بعيد عننا. غوري، ترمبيطة داخلة عليا. بقول لي غوري غوري. اشرف، بقول لك يا طارق، لازم تقول لي انت ناوي على ايه بالظبط. مالك يا حمزة بتتغيرت كده ليه؟ انا عايزك النهارده تسيب لي نفسك خالص. اتفضل. ايه هو في موزه بتلغيك ولا ايه؟ موزه ايه يا عم؟ دي ماتت قبل كده 3 مرات. مش هتطلب لي حاجه؟ ايه؟ اطلب لي حاجه بقى. واحد بيرة للمرحومة. يا ست اهدي، انا جيت هنا غلط. امال انت جاي ليه؟ جاي اخد درس. سيبك بقى من الدروس الخصوصيه، ده انا المنهج. بص بقى، انا هخلص لك المقرر كله في ساعه زمن. اهو انا فهمت. ساعه واحده بره. الله يحرقك يا طارق، وانا اللي كنت فاكر هخلص على القضيه. شوفي انا هديكي 50 جنيه كده بيني وبينك يعني، بس عايزك لما تخرجي بره سياح بقى وزغرق تقولي عرباجي كان معايا في العشاء. قطيت ولا الغنى يا وقت؟ ده انا شكلي هقطعك فجأة في العشة اللي احنا فيها دي. قطعني حتة حتة ورميني لأي قطة. انا كنت بحب ستة، دلوقتي بحبك انت. انت دي مجنونة. مجنونة انت صعبت عليا وانت بتعملي كده. والله ابوكي مجنون وامك مجنونه واخواتك شكلهم مش عارفينك في الشقه. لا بقول لك ايه، اخواتي كلهم متجوزين ومتستتين في بيوتهم، بس انا بحب الانحراف واخده غوايه مش زي ما انت فاكر. ايه يا شيخ، على رايك ان بعد الظن اسم، وانا اللي كنت فاكر. يا فجر، السلام عليكم. خد هنا، رايح فين؟ ايش تكبر، الزفه وصلت والفرح فرحنا. انت في الخلعون وانا في النفخون. كابتن اسمع كده، حتى ركب موبايلك. شيخ خد بالك، الشبكه اتمسكت. طب وبسيوني هنسيبه؟ لازم نسيبه. ما ينفعش. يلا عفوا يا عفوا. ورا اثبت اثبت الدفع. اقفل على الباب ولا حركه. بسيوني بسيوني، نهار اسود. حازم حازم، اوعى تفهمني غلط. فوزيه، اظن انت كده جاهزه بقى ومفيش حاجه عايزه غنى. عايزك تصحصحي معايا بقى. اوعى تنامي. ايه ده؟ تليفون ولا تردي؟ كاننا عازلنا ولا اقول لك كاننا متنا. متنا ايه؟ لا لا، رد على التليفون اللي يكون حاجه مهمه. رد. الو، مين؟ حازم، عاوز ايه يا زفت؟ اتفضل يا ست، اديني غيرت له الكالون جاري في التليفون. نعم، بتقول مين؟ بسيوني؟ هبط عليه متلبس في قضية دعارة؟ الله يخرب بيتك، ده انت